مهندس ناصر لا يرجعنا نشتغل هون. والله هيك اجتنا التعليمات. شو ابو مرتاح ماله حرمي عنكم؟ بس قبر ابو مرتاح مو هون. لا شو يا اخي خلونا نفهم منه. اسكت شوي. وين لكان قبر ابو مرتاح؟ يا مختار عم بيقولوا انه قبر ابو مرتاح طلع جنب ضيعة الجربانية. كذب، هذا اسمه كذب وستين كذب كمان. ابو مرتاح طول عمره مدفون هون. عليم الله من ألف سنة واكثر. لك انا من لما فتحت عيوني على هالدنيا بعرف قبر ابو مرتاح هون. لك اخي شو بدنا بهالعلاك الفاضي؟ انتو لازم توقفوا الشغل فورا. علي ما علي ما بيمشي هذا الطريق الا على جثتنا. تفضلوا تفضل يا اخي تفضل. شو العلاكات؟ يا جماعة اشتغلوا اذا بتشتغلوا لكان. يا جماعة طولوا بالكم، انا مالي علاقة بالموضوع. اطلعوا شوفوا الاستاذ نضال وشو بيأمر، انا حاضر. ايه شو عليه منروح؟ شرفوا مختار، شرفوا ماشي الحال دان. ماشي الحال امشوا شرف. خليكم بيعرضكم انتو. شرف مختار. يعني والله شيء بخير. انتوا عم تقولوا انه قبر ابو مرتاح موجود عندكم وجماعه بيعه الجربانيه عم يقولوا نفس الحكي. يا استاذ نضال لا تحتارول على بالك، قبر ابو مرتاح عنا ابا عن جد، واهل طيعه الجربانيه كذابين وصاحبين مشاكل. يا اخي بزمانهم سرقوا غنم من ضيعتنا وباعوه، حدا بيصدق هالقصه؟ وسرقوا جمل لواحد بدوي كان نازل عندهم وبالعلامه ذبحوه وقتلوه. ومختارهم لا بيعرف لا يقرا ولا يكتب. هلا انا هذا الكلام كله ما بيفيدني، اللي بدي اعرفه بالتحديد ابو مرتاح مدفون عندكم ولا عندهم؟ يا استاذ نحن جبنا لك كتابه من الرفيق ابو كنان بياكد لك انه ابو مرتاح مدفون عنا، يعني خلاص انحسمت المساله. وكمان اجاني اتصال من مسؤول كبير بياكد انه ابو مرتاح مدفون بضيعه الجربانيه. مع احترامي لكلامك هذا اسمه زور وبهتان. اصبح انا واستبيانا للحقيقه رح اطلب من السلطات العليا المسؤوله تشكيل لجنه فنيه اثريه تاريخيه للكشف عن قبرين وبيان الحقيقه، وبناء عليه يا بيكون الطريق عندكم يا عندهم.